السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما عرفنا إن الخطوة الأولى للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة هي الإنفاق في سبيل الله ومساعدة المحتاج، جه الدور دلوقتي علشان نعرف الخطوة الثانية، وهي الوقوف في وجه جماعة من الجشعين المستغلين لحاجة الناس، المستفيدين من عوزهم، الذين يأكلون الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني ايه الربا؟ الربا في اللغة هو الزيادة، ويقال ربا الشيء إذا زاد ونمى. أما الربا في الشرع فهو الزيادة على أصل المال لا يقابلها عوض. وخلونا ناخد مثل علشان نفهم معنى الربا. كان الرجل يبيع للرجل قطعة أرض أو فرس أو ما شابه بالأجل، فإذا حل الأجل ولم يستطع المدين السداد، قال له الدائن: إما أن تعطيني حقي الآن وإما أن تربيه. وده معناه يزيد في الثمن ويطيل في الأجل، وهو ما يعرف بربا النسيئة أو ربا الدين. وهناك نوع آخر من الربا يعرف بربا الفضل أو ربا الزيادة، ويكون في 6 أعيان، وهي الذهب والفضة والبر المعروف بالقمح والشعير والتمر والملح. ودعونا نأخذ مثالا للتوضيح. نفرض أني فلاح أملك قمح رديء، وأنت فلاح تملك قمح جيد، فأتي إليك وأقول: خذ إردبين من القمح الرديء وأعطني إردب واحد من القمح الجيد، فهذا محرم ويعرف بربا الفضل. أو أن امرأة تملك مثلا 100 جرام من ذهب قديم، وتريد أن تستبدله ب50 جراما من ذهب جديد، فهذا ربا الفضل وهو محرم. جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، وهو من أجود أنواع التمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: اشتريته صاعا بصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا ولا تقرب. فماذا نفعل لنخرج من هذا المأزق؟ نبيع أولا ما نملك ونقبض ثمنه، ثم نشتري ما نريد، أو نقايض شيئين من جنسين مختلفين، كما نقايض الذهب بالفضة والتمر بالبر وهكذا. الذين يتعاملون بالربا أخذا وعطاء، ويأكلون السحت ويأكلون الحرام، لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الجنون، فيقومون ثم يسقطون ثم يقومون ثم يسقطون حيارى وسكارى ومضطربين، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، كلاهما حلال ويؤدي إلى زيادة المال، وهذا لا يكون إلا من جاهل أو متجاهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. وانظر معي وتأمل، من ضلالهم وغيهم جعلوا الربا هو الأصل، ثم شبهوا البيع بالربا. كلا أيها الكذابون، أحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع لما فيه من مصالح ومنافع وحاجات، وحرم الربا لما فيه من الظلم والفساد وسوء العاقبة والعقاب. فمن باع ثوبا يساوي درهم بدرهمين، جعل الثوب مقابل لدرهمين. أما من باع درهم بدرهمين،
فقد أخذ الدرهم الزائد دون مقابل ودون عوض، وكأن الربا يقول لصاحب المال: لا داعي للعمل، استرح وأقرض بالربا. فمن بلغه نهي الله عن الربا فارتدع فله ما مضى ولا إثم عليه قبل التحريم، وأمره إلى الله يعامله بفضله وعفوه وكرمه. ومن عاد إلى الربا مرة أخرى بعد أن علم فقد استوجب العقاب وقامت عليه الحجة. ومن عاد ولم ينتهي عن أكل الربا جوزي بالأول والآخر. فأولئك البعيدون عن رحمة الله أصحاب النار الملازمون لها، هم فيها خالدون. جزاكم الله خيرا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك في عالم طغت فيه المادة على كل شيء، وأصبح المقياس الوحيد لقوة الإنسان ثروته في البنوك. دوت في السماء صرخة إلهية: لعلنا نفوق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. نفرض أن هناك رجل معه 1000 دولار، أقرضهم لمحتاج على أن يردهم بعد شهر 1100 دولار. الظاهر أنه ربح 100 دولار، ولكنه ربحها من الربا. ونفرض أن هناك رجل آخر معه 1000 دولار، وتصدق على محتاج 100 دولار، فأصبح معه 900 دولار. الظاهر أنه خسر 100 دولار، لكنه تصدق بها. لو حسبناها بالورقة والقلم نجد أن الأول زاد ماله والثاني نقص ماله. أما بالقانون الإلهي فالأمر يختلف. الأول سلك طريق الربا وهو يعلم أنه محرم، فكان العقاب الإلهي: يمحق الله الربا فينقص ماله ويذهب ويحرم بركته، ولا يقبل منه صدقة ولا حجة ولا صلة، وإن أنفق ماله لم يؤجر عليه، بل يكون له زادا إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، أي إلى قلة. وأما الرجل الثاني فعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، فيبارك له في ماله وينميه ويكثره ويجزل له العطاء في الدنيا والآخرة. وهنيئا له بدعوات صالحة لا تنقطع من الفقراء والمحتاجين. والله لا يحب كل كفور القلب مصر على كفره، مستحل لأكل الربا، أثيم في القول والفعل، متماد في الإثم والحرام ومعاصي الله. جزاكم الله خيرا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. السلام عليكم ورحمة الله. قال المتنبي: وبضدها تتميز الأشياء. وهكذا هو أسلوب القرآن الكريم، يذكر الشيء وضده، يمزج بين الوعد والوعيد، بين الترغيب والترهيب. فبعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى أكلة الربا ومآلهم، ذكر المؤمنين وحالهم وأجرهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا إيمانا كاملا وصدقوا تصديقا تاما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، عمل الأعمال الصالحة والطيبة، ويأتي على رأس تلك الأعمال الصالحة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك لأن الأعمال الصالحة إما أن تكون أعمال بدنية أو أعمال مالية، ويأتي على رأس الأعمال البدنية إقام الصلاة، ويأتي على رأس الأعمال المالية إيتاء الزكاة. فأقاموا الصلاة وأدوها كما أمر الله ورسوله، وأقاموها تامة بحدودها وأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالهم وأعطوها لمستحقيها بإخلاص وطيب نفس. وهكذا المؤمنون يؤدوا حق العباد في أموالهم فلا يضطروهم إلى أكلة الربا، فأولئك المؤمنون لهم أجرهم الكامل عند ربهم وخالقهم ورازقهم. ومن كان أجره عند ربه فليطمئن، أتدري لماذا؟ لأن ربه هو الكريم الغني الشكور العظيم، ولا خوف عليهم في آخرتهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من دنياهم، فهم في فرح دائم وسرور مقيم. جزاكم الله خيرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم ورحمة الله. كان الربا رائجا في الجاهلية بين الأفراد وبين القبائل، ولك أن تعلم أن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلف في الربا، وكذلك كان يفعل عثمان بن عفان وخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. وكان بين القبائل في الجاهلية ربا، كما كان الحال بين ثقيف من الطائف وبني مخزوم. ثم جاء الإسلام بخير الأحكام وأمر المؤمنين بأن يذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، خافوا الله وراقبوه فيما تفعلون، فالإيمان والتقوى لا ينفصلان، وإيمان بلا تقوى لا جدوى ولا فائدة منه. والتقوى هو أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذاب الله والنار وقاية. وذروا ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم قبل تحريم الربا. والفعل ذروا في اللغة العربية هو ترك مقرون بالاحتقار وعدم الاهتمام. إن كنتم مؤمنين بالله حقا قولا وعملا، وإن كنتم منقادين لله بما شرع لكم من تحليل البيع وتحريم الربا، فسارع المؤمنون وذروا ما بقي من الربا وسمعوا وأطاعوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن
كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله خافوا الله واخشوه وذروا ما بقي لكم واتركوا ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم قبل تحريم الربا إن كنتم مؤمنين بالله حقا وصدقا قولا وعملا فإن لم ترتدعوا عما نهاكم الله عنه ولم تقبلوا نصيحته ولم تتركوا الربا وأخذتم منه شيئا بعد نهيكم عنه فأذنوا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله والله عز وجل قد يمهل الظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا قال البعض المراد هو المبالغة في التهديد دون الحرب وقال آخرون حرب الله النار وحرب رسوله السيف وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب ولك أن تتخيل من يحارب آكل الربا ذاك الضعيف العاجز البائس إنه يحارب الله ورسوله فإن رجعتم إلى ربكم وتركتم أكل الربا فلكم أن تأخذوا رؤوس أموالكم دون زيادة أو نقصان وكن على يقين من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لا تظلمون أحدا بأخذ ما زاد على رؤوس أموالكم بأكل الربا ولا يظلمكم أحد بنقص ما أقرضتم وبنقص رؤوس أموالكم فصارع المؤمنون وقالوا بل نتوب إلى الله فلا يدان لنا بحرب الله ورسوله جزاكم الله خيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون السلام عليكم ورحمة الله حرم الله الربا وجرمه ونهانا عنه وكان من عادة العرب في الجاهلية أشخاص وقبائل أن يتعاملوا بالربا وكان الرجل يبيع للرجل قطعة أرض أو حصان أو غيره بيعا مؤجلا بالدين فكان إذا حل أجل الدين قال الدائن للمدين إما أن تقضي الآن وإما أن تربي فنهى الله عن مثل ذلك وأرسى قواعد العدل قال الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولكن ماذا يفعل المدين إن كان ذو عسرة ولا يستطيع السداد فأرسى الحق سبحانه وتعالى قواعد الرحمة وأنزل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وإن كان المدين غير قادر على السداد ولا يستطيع الوفاء وتبين لكم بالدليل أنه صاحب عسرة وليس مدعي أو مماطل لا يريد سداد الدين فناظرة إلى ميسرة وكثيرا ما نسمعها تقرأ خطأ فنظرة إلى ميسرة وشتان بين الكلمتين فنظرة من الإنذار والإمهال أما نظرة
من النظر، فأمهلوه ويسروا عليه وارفعوا عنه الحرج والذل، ولا تلجئوه إلى الاقتراض مرة أخرى يوفي إليكم دينكم، وأن تتركوا رأس المال كله أو بعضه وتضعوه عن المدين فهو أفضل لكم. وماذا يعود على الدائن من الإمهال والإنظار أو من الإسقاط للدين كله أو بعضه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. نفرض أنك أقرضتني 1000 جنيه على أن أردها إليك 1000 جنيه بعد شهر، فلك بكل يوم حتى تمام الشهر مثل 1000 جنيه صدقة. فإن حل الأجل ولم أستطع الوفاء، كان لك بكل يوم وكأنك تخرج 2000 جنيه صدقة. ألا تريد أن تكون يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. كان رجل تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتاه: تجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلقي الله فتجاوز عنه. كثير يقرؤون تلك الآية وقليل يعملون بتلك الآية. نسأل الله أن نكون ممن يعلمون ثم يعملون. جزاكم الله خيرا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ختم الحق سبحانه وتعالى آيات الربا بآية عظيمة جمعت بين الوعد والوعيد، بين الترغيب والترهيب: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية الكريمة هي آخر ما نزل من القرآن الكريم، ثم بقي بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم 9 ليال على أرجح الأقوال. ذاك اليوم هو يوم الحشر، ويوم الفصل، ويوم الفزع الأكبر، ويوم الحساب، هو يوم القيامة. أجعلوا بينكم وبينه وقاية، والذي تعودون فيه إلى خالقكم مجبورين، لا طواعية فيه ولا اختيار، ثم تعرضون فيه على الله للحساب والجزاء على أعمالكم. نؤمن إيمانا يقينيا بيوم القيامة وما فيه من بعث وجزاء وحساب، فيجازى كل واحد منكم بما عمل من خير أو شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهم لا يظلمون. لا ينقصون شيئا من حسناتهم ولا يزادون في سيئاتهم شيئا، وذاك لكمال عدل الله عز وجل. وفي تلك الآية رد على طائفة تسمى الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور لا إرادة له ولا عمل. نسأل الله العظيم النجاة في ذاك اليوم، وألا يجعلنا من الظالمين. جزاكم الله خيرا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.